بكل خير أبو علي. لكن الحين مشاهدينا ننتقل وياكم إلى مسيرة افتتاح قصر الحصن مع زملائي أحمد المجيني وأحمد الحمادي، ونرجع بعدها نتواصل وياكم. أهل الذلايم والعتاق الضمر، نحييكم من هنا عبر قناة أبوظبي الأولى وقناة أبوظبي الإمارات. المكان هنا، وهنا أبوظبي، وفي هذه الأيام قبل 250 سنة الناس يزرعون عشبة على الأرض اليافعة، وتبدو براري المكان مساحة وضيئة تنعم بأفراح الناس وبهجة القاطنين تحت سقوف الخيام والعشان، الذين يحطبون والذين يوقدون النار على قمم الكثبان ويرعون صغارهم بين الرمل والساحل. ومن يمر في مناطق البهجة هذه تستوقفه الذاكرة ويستدير، يستدير يفتش عن الزمان في ذات المكان. الأشياء تغيرت من حوله، ولكنه باق يحفظ للتاريخ سردا، وللبحر مدا، وللمكان مجدا، وللعرقات الحميمية ذكرا وحمدا. إنه قصر الحصن الذي يحمل الذاكرة صندوقا يضيء لا يغير ملامحه، ولا تفلت منه نقطة ضوء سكنت في الزمان القديم. ومن شواهد تاريخ هذه البقعة الطيبة هنا هذا البناء الذي تسمر طويلا وصمد 250 سنة خلت لتسكن فيه الأحلام العظام، ومن حوله محيط رهيب من الرمال الصفراء فوق الشجر والحجر والبشر، ورسم قلادة فوق الصدر توازت مع حلم الإنسان الذي يقتل المكان بمضارب ويسرج خيول الحلم عودة إلى الماضي الجميل. تلك القصور التي راقت مظاهرها تهوى النجوم قصورا عن معاليها، فخلد الله أيام السرور بها صفرا عشياتها بيضا لياليها، لها بنان فلا غيث يساجلها جودا ولا سحب يوما تدانيها. أيها المشاهدون الأكارم، لكم التحية من أبوظبي، عاصمة التاريخ والمستقبل، عاصمة الماضي والحاضر، عاصمة الأمس واليوم والغد المشرق، عاصمة وطن يزهو بالمجد والعزة والمناعة. نرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم لننقل على حضراتكم وقائع حدث كبير غير عادي يعنى بمهرجان فريد من نوعه، إنه مهرجان قصر الحصن، قصة حصن، مجد وطن. قصر الحصن شاهدا على مراحل تاريخية مهمة، لهذا كان جديرا بهذا القصر أن يحتفى به وتخلد ذكراه للأجيال القادمة. هذا المهرجان يعد تجربة فريدة للتعرف إلى خبايا وروائع هذا الصرح العريق بمناسبة مرور أكثر من 250 سنة على بنائه. ويقدم المهرجان على مدار 10 أيام استعراضات فنية وثقافية وشعبية مبهرة تعكس الموروث الحضاري المادي والمعنوي لدولة الإمارات بماضيها وحاضرها. ولأن الأسرة الكريمة آل نهيان معنية بإسعاد الناس ولم شملهم بالفخر والعزة والحب والتسامح، خليفة صدق من سلالة زايد، حكيم وداد بالسلام مصافح، يقول لأهل الأرض قوموا تصافحوا، فلا يستطيب العيش إلا المسامح. الأسرة الكريمة آل نهيان معنية بإسعاد الناس، فإنها عندما أتت هذا المكان اخضر عشبه وأزهرت حقوله وازدهرت ينابيعه بدماء اللهفة إلى الأرض البكر، وبثبات المحبين تمشي وتمضي قوافل الحالمين إلى حيث يقطن التاريخ، كما يجسدها هذا المشهد الذي أمامكم أيها المشاهدون الكرام من خلال هذه المسيرة التي تخلد تلك المسيرة التي بدأت منذ فترة ووصلت إلى هنا. كما تشاهدون
أيها المشاهدون، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتقدمان سموهما الكريم هذه المسيرة التي انطلقت قبل لحظات من قصر المنهل مرورا بالمساحة والمسافة التي تتواصل مع قصر الحصن لتبدأ بعد ذلك هذه الفعاليات، وتحل طيور الصحراء الباحثة عن ملاذ بعيد عن الضوضاء وضجيج الزحام. هنا وفي هذا المكان الكثيب القريب النجيب التقى الناس كما يلتقون اليوم بقياداتهم وشيوخهم، التقوا في ذلك الزمان مع شعلة الخير، مع من أراد لهم الاستقرار والحياة الهانئة، لأن اللقاء اليوم كما الأمس أكثر حميمية، ولأن العيون أكثر بريقا، ولأن القلوب أكثر تألقا، ولأن الأصوات أكثر لباقة، ولأن الأحلام أكثر لياقة. إنهم يسيرون هنا أمامكم، ولكنهم يكتبون وثيقة حياة جديدة للمكان وللناس. هنا في هذا المكان الممتد بامتداد القلب وشريانه التاجي تدرك الذاكرة موقعها، فتفتح دفاتر الفصل الأول ويقرأ الجميع هذا الوطن الجميل، يتلون ما سطرته أسطورة الوطن الجميل من قصائد وقلائد أصبحت اليوم في مزيجها مع الماضي شيئا من ألوان الطيف، وشيئا من أحلام إنسان فكر وبصر وتدبر وخبر أن الإنسان بالأمس وهذا اليوم وفي المستقبل في نعيم المجد يهنأ ويقطف من ثمار العز الأحلى والأشهى. اليوم عندما يجول الجائل في أرجاء قصر الحصن بأبو ظبي يرى نجوم الوطن، قادة الوطن كما ترونهم أمامكم، لآلئ من صياغة وصناعة، من أسسوا ومن شيدوا ومن بنوا ومن زرعوا، فجاء الحصاد حلوا عذبا. وعبد الملك، بهذه المسيرة المباركة تنطلق فعاليات مهرجان قصر الحصن. نعم. المسيرة تحاكي الانتقال إلى أبو ظبي وتشييد قصر الحصن قبل ما يزيد على 250 عاما، وكأنها تستحضر الانتقال الاستراتيجي إلى أبو ظبي، فيسير الجميع على خطوة رجل واحد، على خطوة رجل واحد قادة وشعبا، لترسم مشهدا وطنيا تاريخيا معاصرا. فالولاء والعزة هي ذاتها، وهي الدافع نحو البناء والتطوير الذي نعيشه وننعم به في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. هذه روح وطنية نلمسها من خلال هذه المسيرة الوطنية المباركة إذانا بانطلاقة المهرجان، روح جعلت هذه هي ذات الروح التي طبعا جعلت قادتنا القدامى وأجدادنا المخلصين قادرين على تحدي الصعاب ويدافعون عن الأرض ويضحون من أجلها. هي ذات الروح التي لطالما بثها فينا الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يوجه دائما بأن العلاقة مع الأرض ليست ثروة، وإنما لقادتنا الذين عاشوا لخدمة الوطن وأبنائه، إذ أن هذه الأرض المعطاءة هي مصدر رخاء ورفاهية يعيشها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منبع العزة والفخر لأبنائنا. اليوم بوعلي نحن يمكن على الهواء مباشرة مع
السادة المشاهدين الكرام، ننقل هذه الأجواء الاحتفالية بالفخر والعزة والمجد، ننقل أيضا كأننا ننقل تلك المسيرة التي بدأت أيضا من ليوة إلى أبوظبي العاصمة. هذه المسيرة اليوم بدأت من قصر المنهل وستصل بإذن الله تعالى سالمة غانمة بقادتها، ومن يسير في ركبهم ستصل بإذن الله تعالى إلى أن تصل قصر الحصن. ولكن كيف بدأت قصة البناء لهذا القصر، قصر الحصن؟ ذياب أتى نبعا من الماء صافيا، فشيد برجا في السماء وحاميا، وأصبح ذاك البرج بعد منارة، وحسبك قصرا للمكارم عالية، يسابق أنفاس الرياح سماحة، ويحمل أوضاح الصباح مساعيا. كانت بداية القصة مع اكتشاف الشيخ ذياب بن عيسى زعيم قبائل بنياس نبعا من المياه العذبة على جزيرة أبوظبي في القرن 18، وعلى إثره قام ببناء برج مراقبة لحماية هذا النبع من الدخلاء حتى يستفيد منه شعب الإمارات في ذلك الوقت، حيث تم الشروع ببناء برج مخروطي الشكل في العام 1761. تلاه بناء الحصن الذي شيد في نهاية المطاف ليحيط بذلك البرج. أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الحصن اللي أصبح اليوم معلم ومنارة تاريخية بارزة لتاريخ وحضارة إماراتية عريقة. بوعلي اليوم يجب علينا كأبناء لهذه الأرض الطيبة وكبنات لهذه الأرض الطيبة أيضا أن نقف إجلالا لهؤلاء القادة، لشيوخنا الأكارم، نقف إجلالا لهذا البناء أيضا قصر الحصن، لهذا الكائن الذي صنع أسطورة البقاء، نقشا على الرمل ونحتا عند صفحات الحجر ورسما عند شفة الماء، نقف إجلالا للحصن الذي منح التاريخ خير حكاية عن الذين سكنوه واتخذوه مقر حكم، عن رجال أفذاذ أشداء لونوا التضاريس بدولة والحمد لله تسامت بسمو رجالها وارتفعت بعلو هامات أناسها، قارعت النجوم في البريق الأنيق وتماهت مع الأقمار في الشموخ حتى تداعت لها سائر شعوب العالم ملبية نداء المحبة، مستجيبة لبوح الجملة الفعلية التي لمعت في مختلف ميادين الحياة. نقف اليوم إجلالا لهذا الصرح الذي هز بجذع الإرادة الصلبة فتساقطت ثمرة النجاح حبة حبة، جنية ثرية حتى بلغت عاصمة الإمارات اليوم والحمد لله أبوظبي، باتجاه المستقبل نحو غايات الإنتاج وصناعة الإنجازات المبهرة التي التقطت الأسماع ولفتت الأنظار وأرجفت وجدان البشرية. طبعا ألسنتنا وعباراتنا فعلا قد تعجز عن وصف هذا المشهد الذي نشاهده الآن مع السادة المشاهدين الذين يتابعون الاحتفالية الكبرى أو هذه المسيرة المباركة التي ينطلق على إثرها مهرجان قصر الحصن. فعلا إنها ملحمة في يوم احتفالي كبير كهذا، وتأكيد على أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة أسرة واحدة متماسكة متعاضدة، وهذه الصورة خير دليل، القيادة مع الشعب، القيادة جنبا إلى جنب مع شعب أحبها، القيادة تواضع وشموخ وشعب ملتف حولها، والقاسم المشترك بينهما هو الوطن الذي نعشق ترابه جميعا، هواءه ترابه نعشقه أيضا، نفديه بأرواحنا ما حينا. نعم، جسد قصر الحصن بوعلي والمشاهدين الكرام على امتداد ما يقرب من قرنين ونصف من الزمان الرمز الأوحد لأقوى سلطة حكمت المنطقة، فقد قام الحصن بالأساس من أجل حماية مصدر مياه وتطور به الحال بأن يصبح الصرح الشامخ والمهيب اللي يحمي ويخدم المجتمع. لقد ألهب حكام آل نهيان الكرام الذين تعاقبوا على الحكم من خلال مقر حكمهم في قصر الحصن شعلة التنمية، شعلة الازدهار في المنطقة. في نفس الوقت قام بحمايتها أيضا أو بحماية مستقبلها على المدى الطويل.
أمة لا تحتفي بروادها وعظام الرجال منها، أمة لا مستقبل لها ولا خير فيها، مقولة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، تحمل العديد من المعاني الرائعة والرسائل الهامة، وتؤكد أهمية سرد سير الأولين من الآباء والأجداد حتى نتعلم منهم كيف بنوا وكم ساهروا وكافحوا من أجل هذا الوطن. وبالتالي على الأجيال الحالية والقادمة أن تقدر وتثمن وتحفظ دور هؤلاء الذين صنعوا المجد لهذا الوطن المعطاء، دار زايد الباني والمؤسس والمعلم والقدوة عليه رحمة الله. Yeah.
إذن ها هي دار زايد الباني والمؤسس والمعلم والقدوة عليه رحمة الله، ودار خليفة العطاء والفخر والعز والمجد حفظه الله ورعاه. هذه الدار تحتفي بقصر الحصن هنا على مدى 10 أيام سيعيش زوار أبو ظبي هذا المهرجان الكبير والضخم الذي يحتفي بهذا القصر المهيب قصر الحصن. أبو خالد سيف على من يضرنا، ولشعبه جعل الفؤاد وسادا. كما ذكرت أخي أحمد، قصر الحصن معلم تاريخي رئيسي في أبوظبي، يختزل التطور التاريخي والسياسي لإمارتنا الحبيبة لعاصمتنا منذ بنائه. سياسة بلد تنعم بما أنعم الله على قيادتها من خير الفطنة وجزيل الحكمة ورخاء الرؤية السديدة التي رسمت معالمها على وجه هذا الوطن الجميل، ورسخت جذورها في وجدان إنسان هذه الأرض الطيبة، منحت هذا الشعب الخير وكل ما يحتاجه من أمان وأمال، لأنه شعب محب يرى في الحب فسحة لتفرع أغصان الشجرة الواحدة واخضرار أوراقها وينوعها ويفوعها. هذا الشعب الذي ترعاه القيادة، قيادة خليفة الخير، وتهواه الشعوب المحبة للسلام والوئام والانسجام، قيادة وشعب يعزفان على وتر التواصل مع الذات ثم مع الآخر بسلاسة النفوس العفية والقلوب الندية والعقول الذكية. قصر الحصن أيها المشاهد الكريم الذي ينتمي إلى الإمارات بتاريخها العريق وحضارة شعبها الممتد بحرا المسترخي عند شفة الصحراء المتطلع إلى السماء، الناجي دوما من الفرقة والشتات كما نحن في الإمارات، والحمد لله رب العالمين بفضل من يقدمون الخير كمبدأ والتزام أخلاقي وإنساني، بفضل من ينير لنا الدرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبفضل صادق العهد والوعد من يريد لإماراتنا ويريد لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي أن تتبوأ القمم. إنه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم تعود الحياة من جديد لهذا القصر ليتعرف الجيل الجديد على التراث والآثار الخالدة، لأنها فعلا تعنى أو تعني قصة الدولة ومسيرة حياة إنسان هذا الوطن. اليوم نستحضر التاريخ والحاضر في قصر الحصن، هذا القصر يستحق البقاء ومواصلة الإشعاع التاريخي والحضاري. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الكرام، نأتي هنا إلى هذا النقل الحي والمباشر. أرجع لأخوي وزميلي.